السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. في زيارة خاصة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل الرياض عقب جولة أوروبية. القائد البطل عبد الغني شعلان عامان من الحضور الخالد في ذاكرة المجد. حركة أحفاد القردع في تعز تحيي الذكرى 75 لثورة الدستور. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وصل إلى الرياض في زيارة خاصة على طريق عودته إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت مملكة بلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس فرج البحسني محادثات موسعة مع القادة الأوروبيين حول مستندات الوضع اليمني والضغوط الدولية المطلوبة لاستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام والاستقرار في ظل تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المسؤولين الأوروبيين أمام القصة الحقيقية للحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية وتداعيات الإنسانية والأمنية، بما في ذلك على حرية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وفي مؤتمر ميونخ للأمن 59 أجاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الأسئلة الملحة بشأن القضية اليمنية ودور الحرس الثوري الإيراني الإرهابي وعملائه في زعزعة أمن واستقرار المنطقة. كما أجرى الرئيس على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات ذات الصلة بالشأن اليمني والتدخلات الإنمائية الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي وتخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في البلاد. على ناصية المجد وسدة التاريخ يتربع الشهيد البطل عبد الغني شعلان عرش الخلود ونجومية الحضور في سفر الأبدية. إنه واحد من الرموز الأفذاذ الذين أثروا المعركة الوطنية المصيرية نضالا وتضحية وبصمات ناصعة من الإيثار النبيل والفداء المنقطع النظير. ها هي الذكرى الثانية لاستشهاد البطل المقدام عبد الغني شعلان الذي قلما تجود الأقدار بنظير من مثله. لاسمه بريق الذهب الحميري المعتق، ولذكراه عبق الفرادة المتفوقة في كل مجالات الحياة وساحات البذل المعطاء بلا حساب. هو عبد الغني شعلان أبو محمد، أبو البطولة وابنها، المصقول بنقاء السريرة وشموخ الجبين وعزة الذات وأناقة الشرف العسكري المهيب. هو الفريد المتفرد ومجمع التكامل الإنساني النادر في سمو السمات الشخصية وعبقرية الدور والأداء. هو عبد الغني شعلان، سل عنه البلق والطوق الأمني، وسل عنه غصص المرارة في حلق ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقد أذاقها من مأرب وبال أمرها وخيبات ساحقة متلاحقة في معركة الإيقاع بخلاياها النائمة في مصائد الكمائن الذكية. لقد ولد عبد الغني شعلان ليكون بطلا استثنائيا من مهد الأرض إلى لحد السماء، وظل شاهقا جدا تشرئب إليه أعناق الجبال والرجال ويطوق الأرض بسياجه الأمني المتين. أما مسيرته تتقاطر الأقلام وتتعب الكلمات، لأن شعلان المعنى الذي لا يرام إلا من بعد بعيد عند كل كاتب مقتدر. لأن عبد الغني شعلان نسيج وحده ووحيد من نوعه، بطل قصب السبق الذي حمل روحه على كفه
عند اشتداد الخطوب وجلل النوازل، أما رأسه فطالما عاش بمحاذاة السحاب. كما عودتنا مأرب أن تصنع من أحزانها الدامية مواقف إنسانية عظيمة، اليوم موقف إنساني تسطره قبائل الجدعان، حيث أعلن الشيخ ناصر صالح دبش العفو عن قاتل ابنه بعد ساعات من حدوث القتل عن طريق الخطأ. فبعد أن سارع أهل القاتل عبد الحق علي محمد دبش إلى إيصاله إلى أمام منزل والد المقتول محكمين ومسلمين رقبة ابنهم، جاءهم الرد الكريم من والد المجني عليه الشيخ ناصر دبش، والذي أعلن العفو أمام الحاضرين معانقا عبد الحق في موقف إنساني مؤثر. نتابع التفاصيل في هذا الموقف القبلي المشرف. واحنا اخوان واصحاب وجينا محكمه، هذا السيارات من قدام الحكم، وهذا توفية المحكمه، وهذا عبد الحق مقدمين لهم. انتم والجميع عندنا سلامتكم، انتم والجميع ولد الله وهم عيالي كلهم اللي راح والباقي، وعبد الحق مسامح دنيا واخره. الله وجهك وجهك البيضة، بيض وجهك. شيع المئات من أبناء محافظة عمران صباح اليوم إلى مقبرة الشهداء بمأرب جثمان فقيد الوطن الشيخ منصور بن علي شعلان العقيلي أحد ثوار سبتمبر المجيد، والذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية. وخلال التشيع أشاد المشيعون بمناقب الفقيد وتضحياته الجسيمة منذ الوهلة الأولى لثورة 26 سبتمبر حتى لقي الله وهو على العهد والوعد منافحا عن الثورة والجمهورية في سبيل الحرية والكرامة. شيعنا في هذا اليوم هامة من هامات القبيلة، وعاقل من عقال بني إسرائيل محاشد، وأحد ثوار ثورة 26 سبتمبر المجيدة، هو الشيخ منصور بن علي شعلان العقيلي. فقد كان رجل من أحد مناضلي ثورة 26 سبتمبر، وأبى إلا أن يواصل المسير، وأبى إلا أن يواصل التضحية، وأبى إلا أن يواصل الفداء في خدمة الدين والوطن والدفاع عن الجمهورية. ها نحن اليوم نودع أحد الهامات الوطنية ونشيع الشيخ المناضل السبتمبري الشيخ منصور بن علي شعلة، الذي كافح مناضل من أجل الدين ومن أجل الحرية ومن أجل الثورة في ثورة 26 سبتمبر. في هذا اليوم نودع المناضل الكبير الشيخ منصور علي بن علي شعلان العقيلي، أحد ثوار ثورة 26 من سبتمبر، وأحد المناضلين في أيام الحروب الوسطى، وهو شيخ يعني غني عن التعريف ومناضل جسور، ولقد أبى إلا أن يقارع الإمامة بشكل مستمر، حتى أن في بعد انقلاب 2014 حضر ليكون من أول المنضمين للأحرار إلى مدينة مأرب. حظيت جنازة الشهيد اللواء محمد الجرادي ومرافقه الشهيد طارق مفرح الوالبي بتشييع رسمي وشعبي كبيرين، طالب فيه المشيعون بسرعة إلقاء القبض على القتلة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. قائد جمهوري عتيد واجه ميليشيا المد الفارسي الإيراني منذ الثمانينات حين اشتعال الحرب العراقية الإيرانية، مرورا بمواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثي في حروب صعد الست، وحتى مواجهة الميليشيا الحوثية بعد الانقلاب على الدولة، وإلى آخر نفس وقطرة دم. إنه اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع الذي اغتالته يد الغدر بعد أن عجزت عن مواجهته في ميادين المعركة.
نحن نواري جثمان الشهيد البطل القائد اللواء محمد الجرادي. هذا القائد الذي قدم كل ما يملك في سبيل التضحية وفي سبيل الدفاع عن الوطن، واستشهد بطريقة القدر والخيانة. فهذا القائد كان له مواقف كبيرة جدا، قدم التضحيات في كل الجبهات على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. تشييع رسمي وشعبي مهيب حظيت به جنازة الشهيد اللواء محمد الجرادي ومرافقه الشهيد طارق مفرح الوالبي اللذين اغتيلا بضواحي مدينة مأرب مطلع نوفمبر الماضي بعد رحلة نضال خاضها الشهيد الجرادي الذي تقلد عدة مناصب عسكرية في الجيش. نواري جثمان ليس زميلنا بل نقول قائدنا واستاذنا اللواء محمد الجرادي رحمه الله، كان مثالا من الصفات الحميدة، كان مثالا من كل غير نحسبه كذلك من الشجاعة والوطنية والكرم والتضحية. في جنازة الشهيد الجرادي أشاد المشيعون بمواقفه الوطنية ونضاله في مختلف مراحل الدفاع عن الجمهورية، وطالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. احنا اليوم نطالب السلطات في عملية إنجاز مسألة إكمال التحقيقات واستكمالها، أيضا تحقيقات نزيهة وعادلة، وأيضا القبض على القتلة وكشف دوافع الجريمة وتسليم ناصورها من الملف التحقيق الكامل والشامل. حضر مراسم التشييع محافظ محافظة ريمة اللواء محمد الحوري وعدد من القيادات الرسمية والاجتماعية في المحافظة وقيادات في وزارة الدفاع. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. كشفت مصادر تربوية وحقوقية في العاصمة المحتلة صنعاء عن استعدادات كبيرة لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية الإيرانية للبدء بعملية تجنيد واسعة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية مطالباتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضم الإرهابيين الحوثيين إلى القوائم السوداء المتورطة في تجنيد الأطفال. وذكرت مصادر تربوية للشرق الأوسط أن الحوثيين تعمدوا بدء العام الدراسي الحالي قبل موعده المعتاد بشهر ونصف الشهر، واتهمت الجماعة بأنها كانت تريد إنهاء الموسم الدراسي مبكرا واستغلال طول فترة العطلة الصيفية لتجنيد أكبر قدر ممكن من طلاب المدارس من خلال المراكز الصيفية، مشيرة إلى أن الميليشيا تنوي إنهاء العام الدراسي قبل أو خلال شهر رمضان. وتنظم الميليشيا الإيرانية خلال هذه الفترة فعاليات تعريفية وترويجية للمراكز الميليشياوية الطائفية، كما تستغل احتفالها بذكرى مقتل مؤسسها الهالك المجرم حسين الحوثي وفق التقويم الهجري، والذي تنظمه والتي تنظمها هذه الأيام للترويج للمراكز الميليشياوية وحث العائلات على الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت الحوثية. مع اقتراب العام الدراسي من أيامه الأخيرة، تنفذ ميليشيا الحوثي الإرهابية أنشطة مكثفة في مدارس أمانة العاصمة ومناطق سيطرتها المسلحة لا علاقة لها بالتعليم والتحصيل العلمي وتحسين كفاءة الطلاب في الاختبارات النهائية الوشيكة. استباقا لنهاية العام الدراسي 2022-2023، تستنفر ميليشيا الحوثي الإرهابية أقصى طاقاتها في صرف الطلاب ومعلميهم عن متطلبات المرحلة الحاسمة في امتحانات الانتقال من صف دراسي إلى آخر. شهر واحد فقط هو ما تبقى من زمن العام الدراسي يضيق وقته على مدارس سيطرة الحوثيين، حيث النقص الفادح في كل احتياجات التعليم البديهية. رداءة الواقع التعليمي وانحطاط مستوياته التربوية بشكل شامل وكامل في ظل قيادة حوثية مقربة من زعيم الإرهاب ومتخلفة للغاية لا يعني للميليشيا سوى أهم منجزات مسيرة طائفية تقوم على هندسة الجهل والأمية ومحو العقل ومسخ أدمغة المجتمع والأجيال.
وها هي تذهب لسرقة الشهر الأخير والثمين جدا بالنسبة للأطفال من جدول المذاكرة والاجتهاد العلمي ودروس التقوية الخصوصية التي عادة ما يستعيضون بها على ما فات عنهم من معارف وعلوم خلال عام دراسي، هم من يدفعون موازنته السنوية من نفقاتهم الخاصة. من بين البرامج الحوثية المناشطية لآخر شهر من العام الدراسي الحالي، وقفات طلابية إجبارية بزعم ما تدعي أنه ذكرى فرار المارينز الأمريكي من صنعاء، أيضا ورش عمل للتعريف بأنواع المخدرات تحت غطاء التوعية من مخاطرها. وقالت مصادر مطلعة إن الميليشيا عبر دورات إخصائية أطلعت الطلاب المستهدفين على طرق بيع المخدرات وأسعارها وأنواعها وسبب انتشارها في مثل هذا الموسم، بسبب لجوء طلاب إلى المواد المخدرة للسهر وتحفيز الدماغ في المذاكرة. وواضح أن سوق المخدرات الإيرانية المهربة إلى اليمن تعاني فائضا في المخزون الحوثي، مع انفتاح موانئ الحديدة على نشاط التهريب، ما يدفع الميليشيا لتصريف البضاعة بطرق وأساليب مقنعة. مئات المنازل أقدمت الميليشيا الإيرانية الحوثية على تفجيرها منذ عدوانها واجتياحها للمحافظات اليمنية، قرابة حقد من مسيرة التفجير والقصف والديناميت وجرائم مشهودة لا ولن تسقط بالتقادم. نتابع. تفجير منازل الخصوم كواحد من أساليب تنظيم الحوثية الإرهابية في محاولة لبث الرعب والخوف في أوساط المجتمع للتسليم ببقائها وعدم التفكير بمعارضة سياساتها الإجرامية التي تمارسها عبر نافذها ومشرفيها. ومع دخول العام 2023 شرعت الميليشيات الحوثية بمباشرة سياساتها الإجرامية بتفجير البيوت والممتلكات من جديد، وكانت آخر تلك الجرائم قيام الميليشيات بتفجير 6 منازل لمدنيين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب مأرب. وبحسب مسؤولة في الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، فإن الميليشيات الحوثية فجرت 62 منزلا خلال العام 2021 والربع الأخير من العام 2020، حيث توزعت تلك المنازل على البيضاء وتعز والجوف ومأرب، مشيرة إلى أنها وثقت تفجير قرابة 900 منزل. وللميليشيات الحوثية سجل أسود في تفجير منازل الخصوم والزعامات البارزة، بدءا بتفجير منزل زعيم قبائل حاشد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في منطقة الخمر بمحافظة عمران في العام 2014، واستمرت في تفجير منازل الزعماء القبليين والقادة العسكريين المناوئين لها إلى اليوم. وتحرص الحوثية على توثيق مشاهد التفجير للمنازل، حيث تقوم عناصر الميليشيات بوضع العبوات الناسفة في جميع زوايا المبنى ثم تفجيره عن بعد، يرافق ذلك ترديد الصرخة الإيرانية التي تنادي بالموت لأمريكا وإسرائيل. وشرعت الميليشيات الحوثية في عملية التفجير والاقتحام للمنازل منذ اجتياحها لصنعاء في أواخر العام 2014، وانتهج التفجير منازل خصومها وتشريدهم والتنكيل بمن يخالف توجيهاتها الطائفية، إضافة إلى تفجير واحتلال مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتحويل المباني المدنية إلى ثكنات عسكرية أو سجون سرية. وامتد إرهاب وإجرام الميليشيات الحوثية الإرهابية من منازل اليمنيين إلى تفجير وقصف المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم كسلوك لم يعرفه اليمنيون على مدى تاريخهم إلا عبر مسيرة الإجرام والغدر، الذي يعكس سلوكها حقدا دفينا على الرموز والمقدسات الإسلامية وسعيها لمسخ ثقافة المجتمع وطمس هويته. ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن عدد المساجد التي أقدمت الميليشيات الحوثية الإيرانية على تفجيرها وقصفها ونهبها بلغ نحو 750 مسجدا، منها 282 مسجدا في العاصمة صنعاء، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجدا، فيما بقيت الإحصائية في محافظات عدة. توفي وأصيب أكثر من 20 شخصا في منطقة الشراقي ريف مدينة حجة إثر انقلاب مركبة من أحد المرتفعات الشاهقة في المنطقة،
أكدت مصادر محلية بأن 11 شخصا توفوا، فيما تم إسعاف قرابة 9 آخرين، لافتة إلى أن وضعهم خطير جدا وجميعهم من أسرة واحدة. أشارت المصادر إلى أن جميع من في السيارة كانوا متجهين لحفل خطبة زواج أحد أبنائهم، وانقلبت بهم السيارة في منطقة وعرة، وتداعى جموع المواطنين عقب وقوع الحادثة لإنقاذ من تبقى منهم وانتشار جثث المتوفين. وتعاني منطقة الشراقي من وعورة الطرقات فيها رغم أنها في محيط مركز المحافظة، كما تشكل تلك الطرقات خطورة بالغة على الأهالي المضطرين لاستخدامها. أصيبت أمل أحمد بشلل رباعي نتيجة استهدافها من قبل قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنذ إصابتها في 2016 وأمل طريحة الفراش في واحدة من جرائم ميليشيا إيران الحوثية بحق المرأة اليمنية. اللي اسمه أمل أحمد عبد الرزاق، جريحة من قرية الشاق مشلولة شلل رباعي، قنصت وليت تعالج مركز صحي نجادة، ونراجع ونخلص من القنص والسيارة وننازل المقبرة، وبعد أخذني إلى المركز الصحي إلى قريتنا، عمل لي إسعاف أولية، دخلني إلى الروضة، وصلت قال لي يعني ما فيش علاجات، ما فيش علاج يعني لي. أول ما جاوا يشوفوا حالتي، وعد قسيت 3 شهور هناك، روحت القرية قسيت فترة، وعد شالوني تركيا، قال لي ممكن فترة وتموتي أو تقسيك، يعني ما يستوش. الحمد لله الآن حالتي يعني متحسنة النص على ما كنت، يعني حركي الذاتية أقول أشرب أتحرك، يعني أقوم أجلس حاجة بسيطة، والحمد لله. ولدي 2 أطفال، زوجي، والمعاناة كبيرة علينا، الديون فوقنا وإيجار بيت وعلاجات حفاظات مواد تنظيف، يعني كله على حسابنا، ما فيش حد من يدعمنا. كان بتاريخ 2016 شهر 10، العلاج الطبيعي بالقرية مش متواجد، ما فيش يعني مركز للعلاج الطبيعي في القرية، وعني واني واصل حمل والقرية حقنا تعب، واني واصل يحملني زوجي على يعني على يداته، وزوجي كمان يعاني من انزلاق في العمود الفقري. أنا أتمنى من كل فاعلين الخير أن ينظروا لحالتي وحالة أطفالي في معاناتنا، ولأن المادة عند حالة المادة عندي وعند زوجي تعبان، ما فيش عندنا يعني لقمة العيش تصعب علينا. وأتمنى من كل امرأة تساهم بأسماءنا في الدولة أن تنظر إلى حالتي. 50% الآن حالتي متطورة على ما كنت. كنت مفاقد الأمل نهائي، كنت لا يداتي يتحركن ولا رجلي ولا حتى ما فيش معين إلا عيوني ولقفي بس يتحرك. المصارف بنية خرج يبيع ماء بالسوق، يندل الناس ما بين القاعد، خرج يبيعه بين السيارات يعني والباصات، وزوجي يعني يخرج يعني يشقي بالذي يقدر يحصل علي. دبرنا أمورنا والعلاجات حقي كل دين، يعني اللجنة الطبية حين توقف وديننا وكل دين، ما فيش إنسان يدعمنا. علي ناصر القردعي أول ثوار اليمن الذين قضوا على الكهنوت ورووا بدمائهم شجرة الحرية، ليحتفل اليوم أحفاد القردعي بالذكرى 75 للثورة التي قادها عام 1948 كنقطة ضوء بتاريخ اليمنيين وهم يقارعون الظلم والإرهاب والكهنوت والإمامة. نظمت حركة أحفاد القردعي حفلا خطابيا بمدينة تعز إحياء للذكرى 75 لثورة 48 التي قادها الشيخ علي بن ناصر القردعي بقضائه على الإمام يحيى حميد الدين بتاريخ 17 فبراير 1948، ليصبح هذا التاريخ يوما ثوريا على الاستبداد والظلم والفساد،
ويوما لاستعادة الحرية والكرامة وموليدا جديدا لكل اليمنيين، وبوابة لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. القردعي لا زال موجود وهو في كل جسد يمني حر، والقردعي ليس لأسرته أو قبيلته أو المأرب أو لفال، القردعي في كل أنحاء اليمن من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، وندعو كل أحرار اليمن إلى الالتفاف يعني في صف واحد لدحر القلابيين الحوثيين الفارسيين لاستعادة يمننا الجميل، يمننا السعيد، وتحت ظل قيادة المجلس الرئاسي. أن اللواء لا زال موجودا ولا زال مقارعة الظلم والكهنوت مستمر، فبالوقت الذي سطر فيها القائد الشهيد الثائر علي القردعي الناصر القردعي، اليوم نجد مارب تقاتل والتي ينتمي إليها الشيخ علي ناصر القردعي وتقدم آلاف الضحايا، وكذلك قبائل مارب مجتمعة في مارب وعلى رأسها قبيلة مراد التي ينتمي إليها الشيخ علي ناصر القردعي، وكذلك تعز اليوم هي التي كسرت المشروع الحوثي السلالي عندما قامت مقاومتها في صد العدوان وصد هذه العصابة لدخول المحافظة. سميت ثورة الدستور كما أطلق عليها أم الثورات وثورة الطريق نحو الحرية، وكانت أول محاولات اليمنيين للتحرر من الظلم والجهل والمرض الذي كان مخيما على البلد، إضافة للانعزال على الإقليم والعالم نظرا للانغلاق الذي فرضته الإمامة على اليمنيين. إننا اليوم في تعز العز والصمود والمقاومة، مدينة الثورة وقبلة الأحرار، من خلال هذه الذكرى المجيدة نبعث إلى العالم رسالة المرأة وصوت المرأة اليمنية بأننا لن نكون إلا ماجدات وإكليلات، ملكات في بيوتنا ووطننا، أخوات للرجال وشقائق الأحرار في درب كفاحهم المستنير، حتى تعود لنا جمهوريتنا ودولتنا المنشودة، الدولة المدينة الحديثة. هناك معركة حقيقية، معركة عسكرية على الأرض، لا بد أن يرافق هذه المعركة معركة وعي. هذه المعركة تتمثل في رموز النضال، أولئك الثوار الذين جمعوا بين الوعي والثورة، وعلى رأسهم الشاعر والثائر علي ناصر القردعي. يمكن أن يستلهم الأحرار في ميادين في جبهات القتال من هذه الثورة ومن هذا النضال الذي يقدم، وأن يسيروا على ذات الدرب وعلى ذات الطريق. 75 عاما ولا زال أحفاد القردعي وأبناء 26 من سبتمبر أحرار اليمن يواجهون الإمامة بأوسخ وجوهها ويدافعون عن الدستور والحرية والأرض التي يريد الإنقلابيون سلخها من محيطها العربي وتسليمها لإيران. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز. كرمت جامعة تعز وقسم الإعلام الفائزين بالجوائز الدولية في دولة الإمارات ومصر إثر مشاريعهم المتنوعة والتي حصدت المراكز المتقدمة. حفل تكريم أو رد للجميل كما رتب له تكريم المبرزين في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي من جامعة تعز. 3 نجوم كانوا هم من يمثلون اليمن وجامعتهم تعز وقسم الإعلام في مسابقة دولية حصدوا المراكز المتقدمة رغم المعاناة والحصار والحرب على هذه المدينة. تكريم كوكبة من مبدعيها ومتميزيها في هذا اليوم، كرمنا الدكتور شرماني حاصل على جائزة الشارقة في الفترة الماضية، وأيضا طلابنا في قسم الإعلام الذي حققوا المركز الثالث على مستوى الجامعات العربية في الملتقى الإبداعي في ملتقى الشروق، وكذلك سيتم تكريمه عن طريق المحافظة. فنحن جامعة وأقسام مبدعة، نتمنى لطلابنا مزيد من التفوق والنجاح ومن تطور إلى آخر، وتمثيل مدينة تعز وجامعة تعز عاليا على المستوى المحلي والمستوى الدولي. في حفل تكريمي حضرته إدارة جامعة تعز تم من خلاله تكريم فتح أحمد الشرماني الفائز بالمركز الأول في الشارقة للنقد العربي، وماريا البتول وياسمين الشرعبي الفائزتان بجائزة أكاديمية الشروق في مصر. أردنا من خلال هذا البحث أن نقدم التجربة الشعرية اليمنية التي هي تجربة مؤثرة وتجربة رصينة وعميقة وناضجة من خلال الأصوات الشعرية الكبرى التي برزت مع العصر الحديث وكان لها كبير التأثير في الوعي الإبداعي والفني والثقافي العربي واليمني خصوصا.
طبعا البحث حصل على المركز الأول في جائزة الشارقة في لجنة يعني بتوصيات لجنة التحكيم التي تكونت من 4 دول عربية من موريتانيا والسودان ومصر والمغرب. فخورة إني كنت جزء من هذا العمل، إني نقلت حضارة تعز بشكل مختلف، نقلت الجانب الإيجابي، وصلت الفكرة ل44 جامعة أكثر من دولة عربية. إن تعز ما زالت محافظة على حضارتها وأصالتها رغم كل الدمار. شكرا على كل هذا الحفل، على كل هذا التكريم. ورغم الإبداع هذا، إلا أن قسم الإعلام في جامعة تعز يحتاج إلى استديو تلفزيوني وإذاعي وغيرها من الإمكانيات التي تساهم كثيرا في تطبيق ما درسه الطلاب لخوض غمار العمل في الميدان. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب. ويستفيد من الاتفاقية التي وقعت على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض أكثر من 3750 فرداً. وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبد الله المعلم في تصريح صحفي أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة. عقدت بمدينة سيئون ندوة حول نشأة العمل القرآني المؤسسي بوادي حضرموت نظمتها جمعية الفرقان لخدمة القرآن الكريم برعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء. تناولت الندوة 4 محاور رئيسية: الأول حول مرحلة ما قبل التأسيس ونشأة الحلقات القرآنية، فيما استعرض المحور الثاني العوائق والصعوبات في نشأة العمل القرآني، بينما تطرق المحوران الثالث والرابع إلى منظور العمل المؤسسي القرآني ورؤية مستقبلية للعمل القرآني قدمها عدد من الأساتذة المتخصصين. أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بجهود منظمات المجتمع المدني في خدمة كتاب الله عز وجل والإسهام في تطوير العمل القرآني داخل المؤسسات والجمعيات القرآنية. دشن بمديرية شبام معرض المخرجات الناتجة عن مشروع المساحة الآمنة الصديقة التابعة لمؤسسة قادة للتنمية بمديرية شبام، والتي تأتي بإشراف من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وبدعم من منظمة الطفولة العالمية اليونيسف. وطلع المدير العام لمديرية شبام طارق فلهوم على أركان المعرض المتنوعة والتي حوت الكثير من مواهب الأطفال، وأبرزت العمل الكبير الذي قامت به المساحة خلال هذه المرحلة، مشيدا بجهود مؤسسة قادة وإدارة روضة الطفل بالحوطة وكافة المساهمين في إنجاح هذا العمل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستو والوفد المرافق له الذي يزور عدن حاليا. واطلع رئيس الوزراء من رئيس أطباء بلا حدود على طبيعة زيارته إلى اليمن، وهي الأولى له بصفته الرئيس الدولي للمنظمة الطبية الإنسانية الدولية، للاطلاع على مشاريع المنظمة في مختلف المحافظات اليمنية والتعرف عن قرب على الاحتياجات الصحية والإنسانية في اليمن. وناقش اللقاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن والتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية للمنظمة لتعزيز تلك الأنشطة. أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني لجهود وأنشطة أطباء بلا حدود في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن نتيجة الانقلاب الحوثي، مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل أي إجراءات وإزالة أي معوقات تؤثر على أداء عمل المنظمة في مختلف المحافظات. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها.
في زيارة خاصة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل الرياض عقب جولة أوروبية. القائد البطل عبد الغني شعلان عامان من الحضور الخالد في ذاكرة المجد. حركة أحفاد القردع في تعز تحيي الذكرى 75 لثورة الدستور. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.